السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نصايبو خبز ديال الطاكوس. هنايا عندي كندهن المقله ديالي بالزبده وكنرمي العجين اللي كنستعمل فيه 3 كؤوس ماء زائد 3 كؤوس دقيق، ملعقه ديال الزعتر، قليل ديال الملح والفلفل، وملعقه كبيره خل. كندخنو الخليط مزيان في خلاط كهربائي وكنحصلو على عجين كنخليوها ترتاح شويه وكنبداو نطيبوها بحال هكا كما كتشوفوا. كنقلبها حتى كتحسوا بديك الفقاعات، كتقلبوها مع التدريج هكا شويه بشويه حتى كتشوفوا ديك الفقاعات كيطلعوا. تعودوا تاني تقلبوها وتستمروا هكا في التحريك المستمر، كتبقى تدوروا هكا الخبزه ديالكم. وهو الخبز ديال الطاكوس ديالنا موجود، زوين، يغنيك على ديال الزنقه، رائع بزاف بزاف، تستعمل به الوصفات ان شاء الله الرمضانيه. ما تنسوش تجربوا وصفتي، دعموني بلي لايك ولي كومونتير. الى اللقاء، فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.